هل سيكون إضافي يحسب إضافي للأستاذ هو مثلا؟ الآن دكتور خلينا نتحدث بالواقع. أنا لما نتكلم وهذا مرتبط أيضا معك كنقابة وكعمل أكيد. نقابي. نعم. الآن احنا لما نتكلم بعد انتهاء الدوام، لما نتكلم عن دوام الساعة 2 من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لا أعتقد أن هناك يعني عقول من قبل الطلاب ستأتي حتى تفهم أو تحاول أن تعالج نفسها. لذلك احنا بنقول يجب إعادة النظر في العملية كلها كالتالي. الآن أنا بما أني أعدت النظر في قضية العلامة بالثانوية العامة، الأصل أني أعيد النظر في كل المراحل من هذه المراحل. فلذلك نقول أنه لابد من أنه إعادة، نحط إيدينا على بعض الجوانب السلبية الموجودة. مثل إيش مثلا؟ مثلا الآن أنا بتكلم عن اكتظاظ في داخل الصفوف. لما أنا أروح أشوف مدرسة وإناث ثانوية التوجيهي عندهم الصف الثاني ثانوي علمي عندهم 60 طالب. أنت بتتحدث من تجربة خاصة أم تتحدث من كونك الآن رئيس نقابة معلمين؟ أنا بتحدث في الجهتين بصراحة، لأنه إحنا بوصلنا مشاكل، بوصلنا كثير من الشكاوى من قبل المعلمين على قضية الاكتظاظ في المدارس، على قضية الأنصبة العالية لكثير من المعلمين. أنا لما نتكلم عن 25 حصة أو 24 حصة، يعني بمعنى آخر في اليوم عندي 5 حصص أو 6 حصص. هذا الآن كله للأسف من السلبيات اللي بتواجهنا أو المعوقات اللي بتواجهنا في قضية التطوير. يعني دعني أقول التالي، ما زلنا نتحدث عن طموح للمستقبل. نعم. نغير بواقع الآن أشياء زي التوجيهي، ولكن على أرض الواقع داخل مدارسنا خاصة الحكومية ما زال الحال على ما هو. نعم حقيقة دكتور، ليس ذلك صحيح.